سلام بنات، كديبي لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد اللي هو مختلف شي شويه، لوك بوك كما العاده. ماما كنبغي نوريكم كيفاش كنلصق الحوايج ديالي، كيفاش كنلبس. اللي نبغي نقول لكم فريمون كيصدمني ديما لو سيت زافول، حيت فريمون الحويجات ديالو اولا لي تيسي ديال الحوايج ديالو فريمون غزالين. اليوم غنوريكم بزاف ديال الحويجات عاد وصلوني من لو سيت ديال زافول، خديتهم و فريمون تصدمت حيت عجبوني بزاف، يعني ما كنتش متخيلهم بهاد لا كاليتي ديال الثوب، يعني فريمون عجبوني بزاف. واليوم غنوريكم واحد اللبسات يلا خديتهم منهم عجبوني بزاف. المهم ها نتوما شوفوا، و الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش انكم تكتبوا لي في لي كومونتير، ما تنساوش الناس اللي كيشوفوني اول مره ايت ابوناو، او بيان سور البنات كنبغيكم بزاف، كنحمق عليكم بزاف.
البنات كما كتشوفوا بعبيتكم شي حويجات وصلوني من زافول. كنموت على شي حاجه سميتها سبور، يعني عزيز عليا هكا الحوايج اللي هما سبور لي كابوش جينات سبب ديلات كنرتاح فيهم بزاف، واخا نلبس لي طالون واخا نلبس لي غوب. والو اختكم هذاك الشيء باغي كن باش نوريكم شنو خديتو هذا، وحتى كتكون شي صورتي مع رجلي ولا مع لافامي عاد كنلبس. اما انا ديما بحال هكا، ديما لي كابوش ديما جاكيت ديما هكا باش كنلقى راحتي بزاف. المهم كنتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم بزاف ولقى بزاف ديال لي لايك، كنبغيكم بزاف مع فيديو جاي. باي باي عليكم.